ولاين اوصلوا لاهدافنا عن طريق اربع مسائل: عن طريق مصالحة الوطنية شاملة لاهي نوصلوا دولة العدالة، عن طريق جنبير على الاستعمار خارجي وداخلي لاهي نستعاد حريتنا، وبالقضاء الحقيقي على الفساد والتقديم الناس نزيه للقيادة لاهي نوصلوا للنهضة، ومن خلال تعليم، والتالي هو العقلي والقالي، التعليم 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 من خلاله لاهي نوصلوا للقائدة والرياضة.